الو، طب اقول انا الو يمكن يرد. الو الو، ايوه الكابتن، ازيك يا هشام؟ ده هشام محمد. ازيك حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله يا كابتن. حضرتك عامل ايه؟ انت عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا كابتن. هشام يا جماعه على فكره واحد طبعا خريج النادي الاهلي وواحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في الدوري، هو طبعا لاعب نادي او نجم نادي مصر المقصه الحقيقه، ومن افضل اللعيبه اللي موجوده في الدوري في مركزه، بيلعب هو كمحور ارتكاز، ساعات بنشوفه بيتقدم شويه ساعات بيتاخر شويه، لكن انا بتكلم ان 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 مركزه في اي حته بيلعب فيها الحقيقه دائما متالق هشام محمد، وبجانب المتالقين اللي معانا برضو. يعني الحقيقه انا مش عايز اقول لكم سواء كريم او حسين الحلقه عامله رد فعل ازاي على السوشيال ميديا، يعني اولا بنشكركم طبعا لان ده وجودكم هو اللي حل الحلقه، فبرضو يعني هشام يعني سعداء بوجودك معانا في وجود كريم وحسين. ربنا يخليك يا كابتن، بشكر حضرتك طبعا على الكلام دوت، دي يعني شهاده اعتزت بيها نجم زي حضرتك. ربنا يخليك يا هشام، لا دي حقيقه والله، انت عارف انا في ما بجاملش بدي على طول. انا عارف يا كابتن، حالات صريح على طول. فيعني سعداء ان انت معانا، ويعني كريم وحسين ارحب بكريم وحسين طبعا. يعني اخويا يا كابتن. اخوك؟ بتحبه انت قوي يعني الحقيقه، مصر. ويعني انا الحقيقه برضو اثناء الحلقه يقول لي يا كابتن انت مش هتجيبه هشام، يا كابتن انت مش هتجيبه هشام. لا هتجيب هشام. بس هو هشام فين والله يا كابتن، مظلوم يا كابتن. اخويا فعلا متطبقين مع بعض الحمد لله بقى عشره عمر يعني. ايوه. وحسين من الشخصيات المحترمه جدا. نعم. وقلبه ابيض وشخصيه جميله جدا يعني، بره الكوره كمان حاجه جميله جدا، اخ فعلا. نعم. وهو على مستوى الفني انا ببارك له طبعا على ماتش امبارح، وبارك له على الاداء الثلاث ماتشات اللي فاتوا، ودايما احنا كنا بنتكلم ان هو، انا دايما بقول له والله انت افضل باك ليست في مصر يعني، مش عشان هو صاحبي او اخويا. نعم. بس فعلا الفني عنده مزاج كبير جدا، حد موجود في ظل الوقت دوت ما اعتقدش ان في باك ليست احسن منه. نعم. عنده سرعه وعنده قوه ما شاء الله، وعنده الذهن الدفاع كويس، ومن مميزاته كمان ان حسين بيهاجم كويس. نعم. بس حضرتك عارف كابتن اسلام ان هو الفتره اللي فاتت كان في سوء توفيق شويه، ان هو ما كانش موجود يعني على طول، لكن لما بدا يلعب وكده ما شاء الله مستوى ثابت وكل ماتش بيتطور، وانا بقول له ان انت عندك افضل من كده بكتير جدا، دي بدايه. ان شاء الله الاستمراريه مهمه جدا، وان شاء الله منتخب مصر قريب، وهو اكثر من كده وذكر يعني. اولا طبعا نسيت اقول لك مبروك النهارده، فوز مهم واقتراب من النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يبارك في حضرتك. احنا وراه اهو، شفت بيقول لك ايه؟ بيقول لك اقفل يا هشام بقى خلاص. يعني النهارده مباراه جيده وفوز مهم، اعتقد قربكم شويه من النادي الاهلي يا هشام. ربنا يخليك طبعا يا كابتن، زي ما حضرتك بتقول السنه دي الحمد لله يعني ماشيين بخطى صف الحمد لله، والفرقه ماديه بشكل كويس. نعم. وربنا موفقنا في النتائج الحمد لله، الفرقه بتشتغل ومعانا جهاز فني بصراحه محترم، ناس بتفهم جدا بيشتغلوا. نعم. والفرقه بتتعب، وفي عندنا انكار ذاتي كله، ما عندناش نجم واحد، عندنا الفرقه بتشتغل. نعم. واعتقد ان احنا وصلنا له ال 40 نقطه في الدور الاول، لان ماتش مؤدل دي حاجه كويسه جدا يعني، مصر المطاف يعني ما حصلتش من سنين. اشكرك يا هشام، واتمنى لك يا رب كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه، وتظل هذه الصداقه الرائعه الحقيقه ما بينك وما بين حسين وكريم، يعني حاجه رائعه واصاله في الصداقه حتى. لا يا كابتن هشام لعب. نعم. لعب كويس جدا يا كابتن، لعب تقيل. كان مظلوم، مظلوم هو اعلاميا عامه، هو ملوش يا كابتن في الاعلام وكده، همدان كده في حاله دايما. فكان اول واحد في النادي عندنا كان هو كابتن المنتخب بتاعهم. نعم. وكان اول واحد لعب مع مستر مانويل، كان اول واحد طلع تصعد هشام سهل. كان فبتمنى كل التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. طيب يعني